يا اهلا بيكم مره تانية. الحقيقه السمنه يا حضرات بقت مرض شائع جدا وموجود في اغلب البيوت وفي مختلف الفئات العمريه. بسبب ايه؟ بسبب حاجات كتير، عادات خاطئه، نظام غذائي غير صحي، البعد عن الرياضه، واسباب تانية غيرها كتير. طبعا اي مريض كل اللي بيدور عليه هو انه يتخلص من هذا الكابوس، يتخلص من هذه السمنه اللي بتنعكس بكل اشكال السلبيه على حالته الصحيه والمزاجيه والنفسيه وثقته بنفسه. طيب المريض في الحاله دي يعمل ايه؟ ده اللي هنعرف اجابه عليه من دكتوره دينا ابو سعود اللي منوراني بحلقتنا النهارده. يا صباح الخيرات عليك. يا صباح الخير يا كريم. إيه؟ الحمد لله. الورات الحلوه دي، ايه رايك؟ شغل الصبح عالي. بقى واصفر وبتاع. ربنا يخليك. دينا، كالعاده الناس اللي عندها مشاكل مع السمنه، المشاكل بتعدي بقى مرحله المشاكل الصحيه والنفس، اصل انا ركبي مش شايلاني، اصل عمودي الفقري، اصل مش قادر امارس حياتي باريحيه وبشكل طبيعي، دخلت كمان في حتة الثقة بالنفس. وخصوصا، ودي برضو حاجة مؤسفة جدا، الأطفال اللي بيعانوا من السمنة المفرطة واللي على أثرها بيتعرضوا لأشكال مختلفة من التنمر. إيه الحل؟ الحل إن احنا لازم نخس، يعني بأي طريقة كانت بس تبقى طريقة أمنة. طب نخس إزاي بشكل صحي وآمن؟ مهمة قوي عشان نخس. أول حاجة لازم ننام 8 ساعات، الثمان ساعات بتوعنا. يمكن ناس ما بتخسش لانها بتسهر لغايه 5 الصبح، وده بيخلي الكورتيزول يعلى في الدم ويخلينا نتخن، فلازم ننام كويس ولازم ناكل اكل صحي. ولو مش عارفين ناكل الاكل الصحي واحنا عندنا شراهه في الاكل، واحنا كلنا كمصريين فعلا عندنا شراهه في الاكل، فلازم اخد منتج او مكمل غذائي يحتوي على الياف. هقول ايه العلاقه بين الالياف وانقاص الوزن، ده مهم جدا. لكن من اهم المنتجات اللي ظهرت دلوقتي في السوق المصري ومن انتاج شركه باي ناتشرالز هو كورس بيستا، وجايه من ذا بيست. هو فعلا ذا بيست. اولا بيستا ما بيشتغلش على المخ، بيستا عباره عن الياف طبيعيه، والالياف بتعمل ايه؟ مهم قوي اقول ايه علاقه الالياف بانقاص الوزن. لو اخذت منتج زي بيستا في الياف، اولا الالياف بتعلي لي هرمون الليبتين اللي هو هرمون الشبع. أوكي. فبحس ان انا شبعانه مع استخدام كورس بيستا بالست ساعات، مش هرجع اكل تاني. أوكي. فده مهم قوي. الالياف اللي داخل بيستا بتقلل لي امتصاص الدهون. لو انا باكل اكل فيه دهون كتير مش هيحصل امتصاص، لان الالياف بتدفعه بقوه عن طريق القناه الهضميه، فما بيحصلوش امتصاص. الالياف بتظبط لي معدل السكر في الدم، فلو انا باكل اكل فيه سكريات كتير هو بيقدر يظبط معدل السكر في الدم، وبالتالي لو سكر الدم فضل معدله كويس هرمون الانسولين مش هيعلى، واحنا عارفين ان هرمون الانسولين هو المسؤول عن تخزين الخلايا، تخزين الدهون في الخلايا. كمان بيحصل كبح للشهيه، لان الالياف دي بتقدر تنفش في المعده، عشان كده بنقول كورس بيستا او منتج بيستا بيتاخد على كوبايه ميه كبيره قبل الاكل بنص ساعه. الناس قبل الوجبات الرئيسية. أوكي. هناخد ساشت او اتنين او تلاتة. مين اللي بيقدر يحدد الكورس المناسب لكل حالة؟ الفريق الطبي اللي موجود في شركة باي ناتشرالز. هتواصل ازاي مع الفريق الطبي؟ هتواصل بيه عن طريق الارقام اللي ظهر على الشاشة. اوكي، يعني اللي بيرد على المتصل هو شخص متخصص. متخصص طبعا. أوكي. ومهم قوي ان مريض السمنه يتابع كل اسبوع، ودي شركه باي ناتشرالز بتقدم الخدمه دي، ان كل اسبوع بنقدر نتابع الحاله، او الفريق الطبي اللي موجود في الشركه بيقدر يتابع الحاله، وده مهم للدعم النفسي والتشجيع، ان انا لما ابقى تخينه قوي وابتدي اخد كورس. العمليه دي محتاجه دعم نفسي حقيقي. طبعا. ومحتاجين نخس من غير ما يبقى شكلنا تعبان. اي حد بيعمل دايت وما بياخدش فيتامينات مع الدايت بتلاقي الوش شاحب جدا، سواء ست او راجل، بتلاقي هالات سودا، بتلاقي شعر، والستات شعرها بيبتدي يقع ويقصر. عشان كده المنتج مقترن دايما بالالت مالتي. طبعا طبعا. شركه باي ناتشرز بتقدم مع منتج بيستا مالتي فيتامين اسمه الب مالتي فيت، من اقوى المالتي فيتامينز اللي موجوده. طبعا هو مرخص من هيئه سلامه الغذاء، وبيستا كمان بطمن كل الناس انه مرخص من وزاره الصحه. ألب مالتي فيت فيه مميزات كتيرة جدا. ألب مالتي فيت للي عايز يخس واللي مش عايز يخس، أي حد فينا. أوكي. لازم ياخد مالتي فيتامينز، وبرشح جدا ألب مالتي فيت لأنه داعم جدا للمناعة جدا، وإحنا داخلين على فصل الشتاء وخايفين من انتشار الفيروسز، فلازم أدعم مناعتي قوي. داعم للمناعة لأنه بيحتوي على فيتامين سي وزنك ونحاس،
وفيتامين سي داعم لامتصاص اعاده او تعزيز امتصاص الحديد، لان اي حد بيعمل تايت وبيقلل نسبه الحديد بيخاف انه يحصل له انيميا. داعم جدا لنسبه الكولاجين، فبتلاقي وانا بخس عندي نضاره كويسه قوي في بشرتي. البو مالتي فيت من اهم مميزاته انه بيحتوي على فيتامين بي كومبلكس، الفيتامين بي المركب كله. فيتامين بي انا بسميه الحياه. فيتامين بي يعني بيقدر يدعم لي التمثيل الغذائي، وانا من غير تمثيل غذائي مفيش حياه. طب. التمثيل الغذائي مهم لكل العمليات الحيويه. بالظبط. عندي داخل البو مالتي فيت كمان الكالسيوم. الكالسيوم مهم قوي لصحه وقوه عظامي وقوه سناني، ومهم جدا لانقباض العضلات وكمان انقباض عضله القلب. لما بنلاقي الكالسيوم، لو احنا عملنا تحليل كالسيوم ولقيناه قليل، بيحصل حاجه اسمها تاكي كارديا على فكره، ضربات قلب. بيبقى نتيجه نقص الكالسيوم، وناس كتير مش عارفه. ممكن يبقى نقص حديد، ممكن وكمان ممكن يبقى نقص كالسيوم. يبقى انا عندي الكورس كامل اللي شركه باي ناتشرالز بتقدمه، من كورس من ساشيتس او باكيتس بتاعت بيستا. ده بيتاخد قبل الاكل زي ما انا قلت، هو عباره عن الياف. من اهم الالياف اللي داخل بيستا الشوفان وقشور السيليوم ورده القمح. حتى بتلاقي ناس عندها مشاكل في القولون ومشاكل في الامساك، لما استخدموا بيستا عمليه الاخراج معاهم بقت سهله، لان رده القمح بتظبط جدا عمليه الهضم. فبيستا كمان كويس جدا اللي عندهم امساك. ابتدينا في الفتره الاخيره نسمع كتير من المصطلحات دي، رده القمح، جنين القمح. يعني القمح بقى نجم في الفتره الاخيره طبعاً. في عالم التغذيه. والشوفان كمان. والشوفان طبعا. والشوفان عباره عن الياف، لكن والشوفان في ناس بتاخده عشان تزيد في الوزن، وناس بتاخده عشان تخس. طبعا. مش فاهمها انا الحكايه. ما هو الشوفان هو عباره عن نشويات معقده. اوكي. بس لو انا بقى حطيت فيه المكسرات بقى كل يوم وعسل كتير وموز كتير، اكيد هتخن. فهو الشوفان خداع يعني سلاح ذو حدين. يعني السر في المكونات اللي هتستخدم معاه، والكميه هي اللي ممكن تخليه يزود الوزن او يخسس. والكميه يا كريم. اوكي. والكميه بتاعته كمان. عندي داخل كمان كورس بيستا او منتج بيستا، عندي الكروميوم. الكروميوم مهم قوي لعمليه حرق الدهون المخزنه. انا عايزه اخس واحرق دهوني كمان. جدا. رائع لعمليه حرق الدهون المخزنه، ورائع لتنظيم مستوى السكر. حتى لو الدهون دي موضعيه متخزنه في اماكن بعينها. اكتر دهون بتبقى موضعيه واكتر دهون بتبقى صعبه في النزول هي البطن. دهون البطن. طبعا. يعني ممكن ناس رجاله وستات على فكره. طبعا دهون البطن بتبقى دهون شويه مستعصيه. طب مش معنى يعني هي بتبقى دهون عنيده شويه. أوكي. دهون البطن. وبقول انها اخطر دهون، لان الامعاء الاحشاء هي أي. اسمها فيسرال فاتس. فيها البنكرياس وفيها الكبد وفيها اعضاء مهمه جدا. أوكي. ما ينفعش يترسب عليها دهون. أوكي. فكمان كورس بيستا بيقدر يساعد على تحريك الدهون في الاماكن الموضعيه الصعبه جدا. والحقيقه الفيدباك اللي بسمعه من الساده العملاء قد ايه رائع، قد ايه مهم ان انا اخس وما احسش ان انا تعبانه، ان انا اخس وشكلي يفضل حلو، وان انا اخس ما اشوفش شعري على المخده بيقع. فده اللي شركه باي ناتشرز الحقيقه عملته ونجحت بيه جدا يعني. جميل. تعالوا بقى نشوف يعني ترجمه عمليه صوت وصوره للكلام اللي بيتقال. تجربه الاستاذ علي، واحد من الناس اللي كان عندهم مشاكل في السمنه او مع السمنه، ولكن الحمد لله ربنا كرمه ومن واسع. تابعوا معانا. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخس. انا اسمي علي جمال محمود، سن 24 سنه، كنت 115 ودلوقتي 85 كيلو. انا قبل ما استخدم بيستا ما كنتش بقدر اتحرك، ما كنتش بقدر البس. صحابي كان بيجوا مثلا يقول لي يلا نلعب كوره، ما كنتش بقدر اروح عشان كنت بيبقى في صعوبه عندي في الحركه، فكنت محروم من حاجات كتير قوي. بس بعد ما استخدمت بيستا كل الحاجات دي اتحلت. انا كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا، كان بيحسسني بالشبع، وكنت باكل كل اللي انا عاوزه، وما كانش عندي مشكله في الطعم نهائي، لان طعمه كان طعم التفاح كاني بشرب عصير بالظبط. كنتش محروم من حاجه نهائي. انا كنت باخد بيستا بس كنت باكل بكميات قليله لانه بيحسسني بالشبع لمده طويله. وانا الصراحه بنصح اي حد عاوز يخس او عنده سمنه انه يجرب بيستا. يعني
سن الشباب ده سن مرتبط ومقترن بالحيوية وبالطاقة والنشاط والحركة، لكن لما يبقى شاب عنده 24 سنة وزنه 115 كيلو وفي أزيد من كده كمان بكتير في حالات تانية، فعلا مشكلة كبيرة دي، يعني الحياة صعبة بالنسبة لهم. تخيل في سن الشباب وحاسس انه عجوز. طبعا، وتخيلي بقى في سن الطفوله كمان لما يكون طفل عنده 10 11 12 سنه وعنده سمنه مفرطه. دي مشكله كبيره، يعني دي مشكله لو طفل كمان عنده سمنه مفرطه اكيد هيبقى عنده مشاكل صحيه فيما بعد. ونفسيه. يعني 100% ومشاكل نفسيه ومشاكل صحيه. طبعا. يعني ممكن يبقى داخل في العشرينات وبدا يبقى عنده سكر كمان. انا اعرف يا دينا ان الـ ان الـ ان السمنه يعني هي في حد ذاتها هي مرض. لكنها كمان مدخل وبوابة لأمراض كتير فوق 30-40 مرض. ده فور شور يا كريم، يعني فور شور، يعني دراسات أثبتت إن علاقة السمنة بأمراض في العظم ومشاكل في الركبة ومشاكل في المفاصل وأمراض القلب طبعا، والدهون الثلاثية بتعلى في الدم، وبالتالي الكوليسترول بيعلى، والكوليسترول بوابة كبيرة لا قدر الله للغلطات. وأمراض السكر النوع الثاني أكيد السمنة بسميه أكيد مرض العصر يعني. طبعا. طيب تعالي بقى نروح لأسئلة السوشيال ميديا اللي جات لنا من مجموعة من مشاهدينا الكرام، منهم منار محمد. أنا سني 26 سنة، 114 كيلو ده وزنها. هل لو أخدت كورس همنع أكل معين ولا همارس حياتي بشكل طبيعي؟ لو أخذت الكورس هي مش هتمنع نفسها من الأكل معين، بنصحها إن هي لما تاخد كورس بيستا، لما تاخد البيستا نفسه قبل الأكل بنص ساعة، بدل ما أبدأ بالمحاشي والرز والمكرونة ممكن أبدأ بالسلطة والبروتين بتاعي، وبعد كده هلاقي نفسي بدأت أشبع بسرعة. ده اللي بيعمله بيستا، فممكن اكل بقى النشويات بتاعتي بكميه قليله. وهتاخد كمان مع الكورس مالتي فيتامين زي الب مالتي فيت، هيدعم لها جدا نفسيتها، هيدعم لها شعرها، هيدعم صحه عظامها، هيدعم وهيقوي نشاطها جدا. وكمان الشركه بتطلع او في داخل الكورس الجرين كوفي او القهوه الخضراء، هيساعد جدا في معدل الحرق عشان تخس معانا بسرعه. وهيطلع كمان مع الكورس فيتامين د هديه، وانا متاكده ان 80% مننا من الستات، وانا منهم شخصيا كان عندي نقص في فيتامين د يعني، ففيتامين د مهم جدا 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 يا كريم، وناس بتنساه. والمشكله ان فيتامين د مصادره مش كتيره في الاكل، والمصدر الشمس. لكن الشمس في ايه بقى؟ ممكن الاجانب ما بيبقاش عندهم نقص في فيتامين د، لان لما بيتعرضوا للشمس ما بيلبسوش يعني يعني انت فاهم قصدي، ممكن يلبسوا جسمهم متغطي أو احنا جسمنا بيبقى متغطي في الشمس، فاصلا ما بناخدش فيتامين د من الشمس. هو لازم يكون بشكل مباشر وصل بشكل من غير اي عائق، من غير اي يعني، ولا حتى ازاز ولا حاجه، لازم يبقى الجسم متعرض مباشره للشمس عشان نستفيد. فاحنا حتى فيتامين دي ده مش عارفين نستفيد منه بالشمس يعني. بطبيعه الحال. طب برضو يعني زيها زي حاجات كتير في الدنيا، بس في الاكل الناس فيما يعشقون مذاهبه. وفي ناس ما بين حبه او حتى مدمنه في بعض الاحيان للجنك فود، او ان ظروفهم الاجتماعيه مع اللي مش متجوز، اللي ما عندوش حد يطبخ له، اللي ما بيعرفش يطبخ، فبيبقى ما عندوش ملجا تاني غير الجنك فود. فده نوع. في نوع تاني الناس اللي بيكريفوا قوي وعندهم شهية قوي تجاه نمط معين من الأكلات، اللي هو السمين وصينية المش عارف ايه، وبرام المش عارف ايه، وطاجن المش عارف ايه. الناس دي لما تيجي تقول لهم احرموا نفسكم من الأكلات دي، انت كأنك بتحكمي عليهم بالإعدام من وجهة نظرهم. فعلا. إلى أي درجة بيمشي الحال مع الفئة دي من الناس مع بيستا؟ هو انا كده ولا كده السمين والحاجات والضاني والحاجات اللي بتتكلم عليها، لا ما ناكلهاش كتير برضو. يعني مهم، ده مهم لقلبنا ولصحتها، مش لازم كل يوم كل يوم ناكل سمين. يعني لا، يعني ممكن مره في الاسبوع ناكل سمين. لكن بيستا الحلو اللي فيه انه بيقلل لي جدا معدل الشراهه بتاعتي، هو بيعمل كبح كبير للشهيه. فمن نفسنا احنا مش هناكل السمين اللي بتتكلم عنه من غير ما نحس ان احنا محرومين يعني. جميل. طيب مدحت علي بعد بيقول انا بعاني من الضغط ومشكلتي اني باكل حلويات كتير. نزلت اقول لك على موضوع الحلويات ده، في ناس مدمنه حلويات. المهم مدحت علي بيقول ان هو بيعاني من الضغط وانه عنده مشكله في اكل الحلويات كتير وما بيقدرش يمنع نفسه عنها، فهل الكورس ده هيتناسب معايا ولا لا؟ ده سؤالي. هيتناسب معاه جدا، لانه هيقلل جدا نسبه الحلويات اللي بياكلها، ولما يقلل نسبة الحلويات هيقلل قصة مقاومة الإنسولين. أوكي.
فلان مقاومه لما بحس ان انا كل شويه عايزه اكل حلويات ده ممكن يبقى اشاره لمقاومه انسولين يعني. فاوريدي الكورس هيتناسب معاه جدا، لان انا على طول بقول الحلويات العمال على بطال دي حاجه غير صحيه بالمره. طب ازاي اقدر امسك نفسي من الشراهه دي؟ ان احنا ناخد كورس بيستا مع شركه باي ناتشرالز. هلاقي لو انا ما عايزه اكل صينيه البسبوسه دي كلها، لو اخدت ساشه واحده هاخد حته كده واحس ان انا جزعت خلاص مش عايزه اكمل الحته المقرمشه. ايوه بالظبط. طيب تعالي نروح لهاجر محمود، بتقول انا وزني كان مظبوط بس مشكلتي في الترهلات اللي حصلت لي بعد الولاده، ايه الحل؟ الترهلات اللي حصلت بعد الولاده مهم برضو ان هي تمشي كويس، تلعب تمرين بطن لو عندها ترهلات في البطن، تلعب تمارين دراع عشان لو عايزه تشد. وكمان داخل الكورس ألب مالتي فيت فيتامين سي، طبعا الترهلات دي نتيجه ديستراكشن او نقص رهيب في الكولاجين والإيلاستين، فلما بيحصل النقص ده بيحصل الترهلات والستريتش ماركس. فيتامين سي داخل ألب مالتي فيت، دخله فيتامين سي اللي بيعزز امتصاص الكولاجين وبيعزز تركيز الكولاجين من اول وجديد. لكن مهم مع البو مالتي فيت ان انا العب رياضه، لان البو مالتي فيت لو في ترهلات شديده هيبقى اكيد مش كفايه، لازم العب رياضه كمان كويس واشرب ميه كويس قوي. اوكي طيب سؤال كمان، سيده بتقول ابني بيعاني من السمنه مع انه مش بياكل غير اكل بسيط جدا، لكن لما حللت له لقيت عنده مشاكل في الغده، فهل الكورس ده مناسب لابني ولا لا؟ طبعا هيبقى مناسب جدا، لكن لازم ما دام عندي مشاكل، ويمكن كمان حتى الستات بيبقى عندها خمول في الغده الدرقيه، لازم برضو اكيد بنصح بمتابعه دكتور بطنه او دكتور غدد صماء لو محتاجين علاج هرموني مع البو مالتي فيت، لكن البو مع الكورس يعني سواء البو مالتي فيت او بيستا هو لا يتعارض. علاج الغدد بيبقى هو علاج هرموني احيانا الغده الدرقيه بيبقى بياخدوا علاجات فيها الهرمون اللي موجود في الغده الدرقيه. الغده الدرقيه دي اللي هي الليله كلها عندها الى حد كبير بالنسبه للموضوع، كل غده مهمه يعني، بس دايما المشاكل سواء متعلقه بالنحافه او بالسمنه غالبا بتلاقي مرجعيتها ان في يا اما في عطل ما في الغده، فبالتالي مش بتشتغل كويس او فرط نشاط. بالظبط. اوكي جميل. طيب هل في اي نصيحه عامه تحبي تقوليها للناس اللي بيتابعونا بصفة خاصة؟ أكيد الناس اللي عندها مشاكل مع السمنة فيما يتعلق بنمط الحياة، العادات الصحية. العادات الصحية مهمة قوي، وبقول it's never too late. أي حد مريض سمنة ما يسيبش نفسه للأكتر يعني، we have to stop. لازم نحب نفسنا، وربنا خلق لنا جسمنا عشان يحمينا، وعشان ربنا بيحبنا فجسمنا ده هو اللي حمينا، فلازم أمانة، فلازم نحافظ على صحتنا كويس قوي لأن دي فعلا أمانة. It's never too late. هناخد كورس بيستا، ومع كورس بيستا لازم ننام كويس. خلي بالك موضوع اضطرابات النوم بتخن لوحدها، موضوع التوتر والسترس بيتخن يعني. لازم نقلل السترس، لأن لو مع ناس لا الاسترس بيتخن يعني، في ناس لما تبقى ستريس ما بتاكلش خالص وتلاقيها خاسه وبتخس قدامك، تكاد تكون مش بتشوفيها وهي بتخس، وفي ناس بتجيب معاها العكس عشان الكورتيزول بيعلى جدا. أوكي. مع التوتر، ونشرب ميه كويس قوي، وناخد كورس بيستا، ومع كورس بيستا اللي من شركه باي ناتشرالز هنلاقي نتيجه وهنلاقي حياتنا بقت احسن بكتير ان شاء الله. انا بشكرك على وجودك معانا في حلقه النهارده، نورتيني كالعاده، ونشوفك على خير باذن الله. واكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم، اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا بمتابعتكم لينا في حلقتنا النهارده، وان شاء الله يتجدد اللقاء ونشوفكم على خير. الى اللقاء.